الصراع. من أنشده هو يعني مناهضتنا أو شغلنا على موضوعات التخفيف من حدة الفقر، لا يشمل فقط الدعم النقدي، ولكن نأمل أن يكون المواطن في صحة جيدة، في عمل لائق، متعلم. ده من أنشده، أن احنا نكون نستثمر في البشر كوزارة التضامن ووزارات شريكة. جزء من منهجيتنا في التعامل مع ذوي الإعاقة أنهم ليسوا مرضى وليس مكانهم المؤسسات أو المستشفيات، فيجب أن يدمجوا في المجتمع. عشان يدمجوا في المجتمع لازم يكون معهم الأدوات المساعدة لدمجهم في المجتمع، سواء كانت أجهزة تعويضية أو أطراف صناعية لتعوضهم عما ينقصهم من أطراف أو من وظائف جسدية أو حسية. القطاعات المجتمع المدني والجامعات الأهلية لها دور كبير جدا في استكمال المنظومة الصحية، فعشان كده كان توجهات سيادته ان احنا كل الدعم لهذه الجمعيات وكل هذه القطاعات، وتستفيد زي ما كل دولة بتستفيد من الشراء الموحد، الجامعات الأهلية تستفيد من الشراء الموحد، ومستشفيات الجامعات الأهلية ومستشفيات القطاع المدني تستفيد من الشراء الموحد.